الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ. تابعنا المؤتمر الصحفي قبل هذه اللقاءات، يمكن فايلر اتكلم في المؤتمر الصحفي في عدة نقاط، يمكن بدأ المؤتمر الصحفي مراقب المباراة قال مش هنتكلم يا جماعة غير على المؤتمر الصحفي فقط، مش هنتكلم عن مباراة الأهلي وطنطا، مش هنخرج بره هذه الأحداث. يمكن أول سؤال اتسأل لفايلر عن مباراة الوداد والرجاء المغربي، الراجل قال أنا متحفظ، طبعا اتفرجت على المباراة ولكن متحفظ في ردي اللي أنا أتكلم فيه في المؤتمر، ولكن هناقشه فقط في مع الجهاز الفني. اتكلم عن مباراة طنطا وعن تأخر الهدف وإن الأهلي ما كانش أداؤه كويس لحد ما، قال بالعكس احنا بدأنا بداية كويسة وضيعنا 5 أهداف وكان يهمني أفوز اليوم في هذه المباراة. اتكلم النهاردة كمان عن اتسأل سؤال جاهز بنسبة قد إيه لمباراة الوداد المغربي، قال مش هقدر اتكلم بنسبه قد ايه، ناقص لسه 4 أسابيع فما تكلمنيش على حاجه بعد 4 أسابيع. اتسال ايضا النهارده في المؤتمر من احسن لاعب النهارده في او احسن لاعب في الموسم كله مع النادي الاهلي، الراجل قال لك الفريق كله عندي نجوم، ما عنديش حاجه اسمها النجم الاوحد، الفريق كله نجوم. اتكلموا النهارده برضو عن عرض البلجيكي اللي اتكلم فيه الصحف والسوشيال ميديا الفتره الاخيره، فرد الراجل قال لك انتوا دخلتوا جوه دماغي عشان تعرفوا انا عندي عروض ولا ما عنديش عروض، انا مركز مع النادي الاهلي، مركز مع مباراة اليوم، فما تكلمونيش عن عروض، ما تكلمونيش عن رحيل، ما تكلمونيش عن أي حاجة خالص، كلموني فقط عن النادي الأهلي. اتكلم أيضا عن إراحة أحمد فتحي وإن وليد سليمان شعر بإصابة خفيفة ففضل إراحته، ورامي ربيعة اتكلم في نهاية المؤتمر إن عنده إصابة هيتعمل له أشعة وهنشوف مدى حجم الإصابة، بس هي إصابة عضلية. واتكلم بكرة كمان إن بكرة هيكون التمرين الساعة 11 صباحا. دي كانت كل كواليس المؤتمر النهاردة مع فايلر طبعا اللي ترجمها الدكتور عمرو محب. دي كانت لقاءات مع الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكل الكواليس اللي كانت في المؤتمر الصحفي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا.